اشتباكات طائفية في مدينة الخصوص المصرية ومقتل عدد من المسيحيين، تقرير للزميل هشام مهران. حادث فتنة طائفية جديد في مصر بمنطقة الخصوص شمال القاهرة، بدأ برسومات لبعض الصبية على جدران معهد أزهري، ثم تطور إلى مشاجرة بالأسلحة النارية بين مسلمين ومسيحيين طوال ليلة السبت، وسط تضارب في أعداد القتلى ما بين 5 أشخاص حسب وزارة الصحة وتسعة وفق حقوقيين غالبيتهم من الأقباط. احنا ساكنين في الشارع اللي ورا الكنيسة، فمرة واحدة لقينا ضرب النار قاعد يعلى، مش عارفين جاي منين، ايه سبب الخناقة ما نعرفش. بعد كده نزلوا في الشارع عندنا، كسروا محلات، حرقوا حضانة. كنا هنا عايشين مع بعضينا مسلمين ومسيحيين، عايشين كلنا فرد واحد، وهو دلوقتي حضرتك ضرب النار في اي مشكلة بيبقى عشوائي. ووفق حقوقيين أقباط، يعد الحادث تعبيرا عن حالة الاحتقان القبطي في مصر التي شهدت أحداثا طائفية عدة بعد الثورة وصلت إلى حد حرق بعض الكنائس. حقيقة أنه بعد الثورة زادت شكاوى الأقباط، كان في الماضي الأقباط يعانون من بناء الكنائس وعدم التعيينات في بعض المناصب الحساسة. الآن أصبح الآتي الحادث الآن هو تهديد الوجود القبطي داخل مصر. هناك عمليات تهجير قسري كما حدث مثلا في دهشور في رفح. ويطالب الأقباط المصريون بتفعيل القانون بدلا من العرف في حوادث الفتنة الطائفية وإطلاق حرية بناء الكنائس وزيادة تمثيلهم السياسي. وفق منظمات حقوقية قبطية، فإن حالة القلق التي تسيطر على الأقباط في مصر بعد الثورة دفعت عشرات الآلاف منهم للهجرة إلى جورجيا، وهي تصريحات أكدها أيضا السياسي المصري مصطفى الفقي نقلا عن سفير كندا بالقاهرة الذي قال له أن أكثر من 90,000 قبطي هاجروا إلى كندا العام الماضي لنفس الأسباب. هشام مهران، MTV، القاهرة.